أنا نازح من قرية معرش مارين. أنا بتمنى أنه أرجع لبيتي وأرجع لمدرستي ألعب مع أصدقائي وأدرس مع الأصدقاء كلها. نحن اليوم رفعنا رسالتنا للعالم كله، وأنا رسمت بيت ورسمت الشجرات اللي كنا نلعب تحتن، وأنا بريد كل أطفال العالم تعيش بسلام وما يعيشوا مثل نحن ما عم نعيش بالصعوبات. نحن اليوم موجودين بأحد مخيمات الشمال السوري بفعالية رسائل السلام. هذه الفعالية قامت تنظيمها منظمة شفق. الفعالية هي عبارة عن رول ورقي بطول 75 متر، قام الأطفال برسم أحلامهم وأمنياتهم على هذا الرول، عبروا عن أحلامهم وأمنياتهم بهي الرسومات. جاء الرول معظم مخيمات الشمال السوري.